زوجة تأخذ من محفظة زوجها مبلغا من المال دون أن تبلغه بذلك، علما بأنه يعطيها المال وقت ما تطلب منه ولا يبخل عليها، ما جواز ذلك من الناحية الشرعية؟ وهناك داعي لحق الزوجة في أخذ هذا؟ لا يجوز المرأة أن تأخذ من مال زوجها، ولا الزوج يأخذ من مال زوجها. لا يجوز أخذ مال إنسان بدون علمه، إلا إذا كانت هناك يعني حاجة يعني وحق لها. ولما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني ما يعطينا، فهل أخذ ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك. يعني هذه الحاجة، يعني النفقة الواجبة لها ولأولادها، فهنا يجوز. أما إنه ما يقصر معاه ويعطيها متى شاءت، لا يجوز، إلا إذا كان هو آذن مثلا بينهما متفاهمان، مثلا هو معطيها إذن مفتوح، أو شايفة تأخذ من محفظته ويسكت وهو يأخذ من محفظته، يعني باب أن المال واحد